تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا في الأيام العظيمة اللي احنا فيها دي بالخير والبركة والرضا، قولوا أمين. طلع اللايف دوت علشان ندردش مع بعض في شوية معاني كده. البنات لما عملنا الحلقة بتاعت امبارح بتاعت هوس الطلاق والكلام ده، وبعدين جه الكلام والرسائل والردود والكومنتس كلها كانت يا دكتورة انت جاية مع الرجال وجاية في صفهم، ويعني ايه ما نبقاش لما يحصل حاجة ما نتطلقش، ولما استحالت الحول لما نكتشف ان اللي قدامنا ده مش راجل ومش كلام ده. طبعا انا نفسي بس ايه يعني ما ناخدش العنوان وندخل جوه الحلقة ونشوف احنا قلنا ايه. احنا قلنا شوية حاجات وخلي بالكم منها علشان بس ايه لا في كده صيحة طالعة جديدة اللي بتطلعوا لنا كل فترة كده بموضة جديدة عشان خاطر بس البنات. انا معرفش هل الغرض التغريب ولا الغرض ايه. بصوا انا قلت ان في ظلم حقيقي واقع على المرأة، وفي فعلا من تنبلة السلطان ورجال محسوبين على انهم رجال وهم لا يمتوا للرجولة بصورة، هم ذكور، وفي يعني الاتكالي وفي الهوائي وفي اللي بيتجوز بس كده علشان خاطر هي الحياه، اصل الحياه كده فانا بتجوز عشان الوضع كده يعني، فالناس بتتجوز فهو بيتجوز، لكن لا فاهم حاجه على منظومه زواج ولا فاهم حاجه عن كيفيه التعامل ولا المسؤوليه ولا الكلام ده. بل ان في ان اللي بيبقى متزوج وياخدها يقول لك مثلا هاتيها لي ايه، هاتيها لي بتشتغل علشان تساهم معايا في البيت، ويشرط عليها عايزه المرتب يبقى نصه هنا ونصه هنا، يعني حاجات كتيره بنسمعها. يعني مش ده الزواج، مش ده السكن، مش ده المودة، مش ده الرحمة. فاحنا يعني خلونا متفقين بداية ان في ظلم حقيقي واقع على المرأة، وان في بعض النماذج ده على فكرة مش كل النماذج، يعني كل انك تعممي ان كل الرجالة كده وكل الشباب المقبل، لا انا اعرف شباب زي الفل والله، ولا شايل العروسة يعني هم عايزين العرايس اللي يبقوا على قد المستوى. فكون انك انت تعممي الامر على كل الرجالة لا. طيب اللي اتجوزت وطلعت بطيخه قرعه وطلعت شمامه مش عارفه فاسده وطلع الكلام اللي بنسمعه ده كله، طيب ما احنا قلنا ان في البدايه ما هو الاصل اختيارك انت، يعني هو الاصل انك انت تختاري صح، الاصل انك انت بتستخيري وبتستشيري وبتشوفيه في المواقف وبتطرحي عليه الامور والمشاكل وتشوفيه هو بيتصرف ازاي. يعني الموضوع ده مهم، لكن انا بتجوز كده اصل هو مناسب، اصل مادياته، ما هي كلمه مناسب دي نفسرها ازاي؟ مادياته ماشي، الموضوع مش ماديات ولا انه قادر يفتح بيته، بس راجل يعرف يتصرف، يعرف يحتوي الامور، يعرف يدير الامور. يوم ما بتحطيه في موقف ولا 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 مشكله ولا حاجه هو داير مش سايبك، روحي انت تصرفي ومستني انت تتصرفي، روحي انت كلمي بابا وبعدين ربنا يسهل، وكان بيدار ورا ستار، يا اما ستارك يا اما خلاص هو انا كان عليا الخطوه الاولى اجي اتقدم وانتهينا. ففتره الخطوبه بيبان، فتره التعارف بيبان، علشان كده كان النهج النبوي ايه؟ اسروا الخطبه. اظن جاي الموضوع ده على مزاج، اسروا الخطبه. لازم اصيح فالاصل ان هي ان احنا بنسر الامر. ليه؟ لحد ما تعرفي ولحد لما يحصل تحطيه في مواقف وهكذا. طيب نيجي بقى للدعاوي بقى، انا حاطه ديد لاين للجواز والكلام ده، لا يا جماعه احنا ضد الكلام ده. بصوا في بتطلع ده، انا مش عايزه اقول، انا مش عايزه اجيب المشاكل كلها، ده لسه في مشكله دلوقتي احنا كنا بنقول هنقعد نناقشها مع مجموعه استشاريين، لان الوضع كده بقى في حاجه غلط. يعني بيتكلموا دلوقتي في موضوع انا خلاص مش هطلقها عشان الاولاد، بس نعمل نوع من انواع التبادل. يعني هو الهوجه دي لسه جاده جديد شويه، لكن طبعا احنا كمجتمعات اسلاميه لا يمكن نسمح بحاجه زي كده، مهما كان من تغريب الفكره، مهما كان من البيوت ناقصه فيها نقص من التربيه والوعظ والارشاد وهكذا، لكن استحاله الفطره السويه تقبل حاجه زي كده. فنيجي نقول انا حاطه يعني ديد لاين لموضوع الجواز 5 سنين اكون خلفت وعرفت مستواه المادي وعرفت دخله وعرفت اجيب مفردات المرتب، وبعدين هرفع قضيه واخد الدنيا ازاي. ما ده غلط، ما ده مش صح برضه، ما الجواز مش تجربه ولا الكلام ده، وده اللي احنا قلناه في الحلقه. لكن انك تبقى طلقني طلقني طلقني، مالك ما فيش، وده كان عاجبك طلقني والقوانين وهتدفع وهغرمك وهزوجك.
ب200,000 وب100,000 وبربع مليون ونص مليون علشان خاطر في الاخر تيجي تاخد الشقه والعفش والحاجه والعيال وتقول لي هو القانون في صفه. انا بتجوز عشان استقر. فبصوا يا جماعه يعني خلينا صوت العقل، خلينا صوت العقل. ايه البدايه؟ لا بتتجوزي الهوائي ولا بتتجوزي الاتكالي ولا الضراب ولا البخيل ولا اللي لسانه زلف منه ولا اللي ما بيحترمش اهلك ولا اللي ما بيحترمكيش انت ولا رايك انت حاجه كده. طب ما انت بانك الكلام ده فتره الخطوبه، ما هو بان بالفعل يعني فتره الخطوبه بانت القصه دي، انت ليه كملتي؟ فبالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم يا رب، يعني من فضلكم ومن فضلكم، يعني دي حياه، انت مش هتتجوزي خمسه ولا ده حياه، ده يوبيل فضي وذهبي. فاختاري صح الشخص اللي تبقي معاه وتتأمني انك تديله حياتك وتديله تفكيرك وتديله قلبك. ما هو الفكرة الطاعة في ايه؟ ما هي الطاعة ان انا مضيت على الورقة ان الراجل دوت انا موافقة عليه، انا الزوج اللي انا كتبته انا موافقة ان هو يبقى له حق الطاعة والكلمة تبقى له، وهو اللي له حق في تصريف الامور. كل الحاجات دي مهمة انك تفهميها، والامضة معناها انك ماضية على كده. وبيبان، ما تجيش تقولي لي ما بيبانش في فترة الخطوبة، لا بيبان، بيبان في فترة الخطوبة وانت اللي بتطنشي وتقول هغيره. قلنا ما فيش راجل بيتغير ولا ست بتتغير عشان حد، لا راجل بيتغير عشان ست ولا ست بتتغير عشان راجل، اصلها طبائع يعني. معلش واحد عايش ب 30 سنة بخلق ولا سمت ولا سلوك معين، إلا إذا هي تقررت تغيير وهو قرر تغيير، إلا إذا بإيه؟ إن هو من جواه حس في ديفكت وفي حاجة معينة محتاجة تتغير أنا غيرها. فالتغيير بيجي من داخل الانسان ذات نفسه. فما نقعدش نبني احلام ورديه ونضحي وبعد الجواز والدنيا هتتغير وبعد الجواز ولا في حاجه بتحصل، وتبقي رافعه سقف توقعاتك، تقع على بدور رقبتك علشان رافعه سقف توقعاتك. طيب والله سجود الرب العالمين تقول في تشابه لزواج المصيار، ده في لزواج المتعه كمان من زواج المصيار. لا ما تبقى معلش، بصي يا بنات، لما يبقى منتشر على جروبات البنات ودعوه بقى ان احنا نعمل كده، ويلا وصاحباتي عملوا وانا كمان عايزه اعمل، وصاحباتي سووا وانا كمان عايزه، لا غلط غلط. الجواز بالذات هو احنا بنقعد نجرب واشوفه بقى، هو طلع حلو هكمل، طلع وحش مش مكمله. لا يعني زواج التجربه ولا زواج المتعه ولا زواج المسيار، كل الكلام ده كلام مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. النهارده احنا ميعادنا بالظبط، يعني عايزه اقول لكم بعد اقل من نص ساعه تقريبا، وهنبتدي حلقتنا النهارده في بيوت منوره. هنستقبل اتصالات من اول دقيقه. النهارده يوم الفضفضه بتاعكم، فاحنا هنستقبل اتصالات من اول دقيقه، اللي على رقم هتلاقوه طبعا رقم ظاهر على الشاشه. القناه اسمها قناه وطن يا جماعه، يعني قناه وطن، والبرنامج بيوت منوره، وافتحوا الحاجه وابعتوا رساله واتس بس، يعني ما تتصلوش عشان ما تقفلوش على الناس التانية اللي بتتصل. تمام، احبكم الله. محمد محمود نفسي اكلمكم، اكتبوا يعني اكتبوا. الله يدينا، اللهم امين. احبك في الله يا دكتورة جودي، احبكم الله، جزاكم الله خيرا. هنتظركم بعد نص ساعة من الان وحلقة جديدة من بيوت منورة. يلا السلام عليكم. ده طريق الشغل، عايز اقول لكم الطريق اللي ما بقى اللي حتى يوم الاجازة انكتب عليا ان انا اعدي منه، معرفش ليه. يلا راكم على خير، السلام عليكم.